والله كلمة أعظم نادي في أفريقيا دي كلمة تقيلة قوي، كلمة كبيرة قوي. هو النادي الأهلي كده نادي كبير طول عمره، ونادي بطولات طول عمره نادي كبير. طيب احنا قلنا أكبر نادي في أفريقيا، ونخش تاني على بطولة أفريقيا، وعايز أعرف رأيك في المباراة الأولى أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي. شايف المباراة هتبقى عاملة إزاي؟ وضغط الموسم طبعا، بما إن البطولة الأفريقية لسه منتهية، القرعة لسه خلصانة امبارح، أول مباراة لفيتا كلوب، هل شايف إن هي هتكون مع أقوى فريق في المجموعة، بالتالي نقدر نحكم على أداء الأهلي من خلال المباراة دي؟ بص، هو يعني هو ما فيش مباراة دلوقتي مباراة سهلة، كل المباريات صعبة، وكل مباراة ولها كل المباراة ولها حساباتها كل لها ولها ظروفها يعني. فإن شاء الله يعني الأهلي قادر على تخطي أي مباراة في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله يعني الأهلي يحصد بطولة يعني. لو سألتك على منتخب مصر أمم أفريقيا، احنا اتكلمنا فيها قبل كده، لكن عايز أعرف رؤيتك لمنتخب مصر خلال الفترة اللي قبل كده، وعايز أعرف إزاي كنت بتشوف مشكلة الباك ليفت، إزاي منتخب مصر وإزاي مصر ما فيهاش باك ليفت يقدر يحل المشكلة اللي موجودة. والله هو طبعا في مشكلة كبيرة جدا في حتة الباك ليفت دي، فإن شاء الله يعني ربنا يقدرني كده ان شاء الله والعب في النادي الاهلي، واقدر يعني ابقى متواجد مع منتخب مصر. شايف لو مصر نظمت بطوله الامم الافريقيه اللي جايه، هل ده شيء ايجابي لمصر والمحمود وحيد؟ طبعا هيبقى في يعني 80% منتخب مصر ممكن ياخد بطوله يعني. شايف ان مستر كوبر ظلم لعيبه ان هو ما ضمهمش للمنتخب الفتره اللي كان موجود فيها؟ اكيد يعني، هو يعني دي مش بمزاجه، هي بتبقى غصب عنه. حاجات الظلم دي مش بتبقى بالمزاج يعني، بس هو بيختار على حسب طريقه لعبه او على حسب اللعيبه اللي هتتناسب مع فكره. فان شاء الله يعني الفتره الجايه تبقى كويسه مع منتخب مصر يعني. عايز اعرف تقييمك لمنتخب مصر خلال مشاركته في كاس العالم. والله كنت اتمنى اللي هو يؤدي يعني. اتكلم خلاص، الراجل مشي، اتكلم براحتك وقول لي ايه الايجابيات وايه السلبيات. السلبيات اللي هو يعني هو كان بيحب اللي هو دايما يدافع. فهو منتخب مصر ما كانش متعود على كده خالص يعني. هل انت شايف ان منتخب مصر ما يستحقش التكتيك اللي كان بيلعب بيه مستر كوبر؟ يعني عندنا هنا في مصر بيحبوا الكره الهجوميه يعني دايما، فخطه مستر كوبر كانت دايما مياله للدفاع يعني شويه. ان شاء الله يعني مستر اجيري قادر يغير الكلام ده يعني. ممكن وهي بانت في الماتشات اللي هو يعني انت شايف ان منتخب مصر مع التولي قياده فنيه جديده الموضوع بقى مختلف، الموضوع بقى هجومي اكتر. بالظبط. طيب ان شاء الله نقول محمود وحيد ممكن يكون موجود ان شاء الله في معسكر المنتخب الفتره القادمه ان شاء الله. والله اتمنى ان شاء الله ان انا ابقى موجود. قدامك 3 شهور لسه، عندهم مباراه وديه شهر 3 مع نيجيريا على ما اتذكر، وبالتالي عندك فرصه جيده جدا ان انت يعني تعرض نفسك من جديد لمستر اجيري او لكابتن هاني رمزي. ان شاء الله هحاول اشتغل على نفسي اكتر واجتهد اكتر مع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى ليا نصيب يعني مع المنتخب. طيب برضه مع المنتخب لكن مع محترفين المصريين، عايز اسالك على محمد صلاح. رايك في محمد صلاح، وشايف ازاي بيقدم مستوى طيب في الفتره الاخيره؟ النهارده لسه مسجل هدف في مباراه ليفربول وارسنال، عمل لفته طيبه جدا ان في ركله الجزاء اللي اتحسبت ليفربول بدل هو ما يسجل علشان يبقى هداف الدوري الانجليزي، ده الفيرمينيو قال له سجل الهاتريك بتاع الماتش النهارده. والله طبعا الواحد بيفتخر بيه في كل مكان، وهو فخر لكل المصريين، وهو طبعا يعني على طموح اللاعيبه المصريه بره، وان شاء الله يعني ياخد هداف الدوري الانجليزي تاني وياخد احسن لاعب يعني ان شاء الله. شايف محمد صلاح يعني وجوده في انجلترا بيفتح الباب؟ اكيد طبعا. بي بي يعني بي بيبني طموح جديد لجيل جديد. طيب لو اخذت من كلامك طموح جديد لجيل جديد لاحلام محمود وحيد في المستقبل، هل ممكن بعد موسم او اتنين لو تالقت مع النادي الاهلي لعبت المنتخب مصر؟ انا كان امنيه حياتي ان انا يعني استمر في المانيا، بس ما فيش نصيب. بس طبعا ان شاء الله يعني الواحد يحاول يشتغل نفسه تاني ويحاول يعني يحترف تاني ان شاء الله. هل شايف النادي الاهلي زي ما انت قلت سبب من اسباب ان انت تكون موجود، ان النادي الاهلي زي انديه في اوروبا كتير؟ طبعا النادي الاهلي يعني اقرب نادي في مصر لاوروبا يعني كمنظومه
كمنظومه كامله للنادي الاهلي، هو اقرب نادي لانديه بره. لو سالتك يا محمود وقلت لك اللعيب يختار الفلوس على حساب التاريخ، يعني ممكن يجي له عرض من الاهلي وعرض من نادي اخر، بس عرض نادي الاخر ده ماديا اعلى، يختار ايه؟ يختار التاريخ؟ انا عايز اعرف يعني انت رايك ايه، وعايز اعرف ازاي ممكن لاعب يتعامل مع مثل هذه الامور، يختار التاريخ، يعمل تاريخ لنفسه ويتالق ويلعب منتخب مصر، ولا يفضل الامور الماديه؟ طبعا الفرق في الامور الماديه مش كبير. انا قلت لك في اول كلامي في اول الحلقه اللي هو الواحد لازم يضحي بحاجه عشان يختار حاجه ثانيه، فالتاريخ ده طبعا لو الواحد خد بطولات مع النادي الاهلي فدي هتتحسب له والناس مش هتنساها، فدي حاجه بتبقى كويسه، والنادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولاته كتير، فان شاء الله يعني الواحد يقدر ياخد بطولات مع النادي الاهلي وتتكتب باسمه ان شاء الله. انا عايز اعرف كمان الجمهور قبل ما نروح لتقرير ونسمع برضو الجمهور هيقول ايه لمحمود وحيد، عايز اعرف الجمهور ان انا كده عرفت بعض الكواليس اللي محمود وحيد مضى على بياض على طول للنادي الاهلي ويعني ما استناش اي كلمه تتحط غير بعد ما حط امضته في العقود. الكلام ده صح؟ مضيت على بياض فعلا بدون اي تردد، يعني خلاص الموضوع بالنسبه لك النادي الاهلي فانا همضي خلاص. يعني لما الكابتن يعني فضل فعلا كلمني والكابتن هاني سعيد فمضيت. كابتن فضل وكابتن سيد يعني من نجوم النادي الاهلي، وكمان الموضوع زي ما الوالد قال الموضوع كان ماشي بشكل ميسر جدا الحمد لله. انت كمان زي ما ضياء قال انت تستاهل كل خير ان شاء الله الفتره اللي جايه ان شاء الله تأدي بشكل جيد.